اهلا بكم اعزائي مجددا. اليوم عندنا خلطه نجعل منها ماسك للبشره مجربه ومفيده جدا، تجعل من البشره ناعمه وتعطيها لمعان وتضيف لها لون وردي مثل ما تشوفون. احنا نشوف عندنا نبات الالوفيرا المشهور على مستوى العالم، طبعا هو اكيد كلش مفيد ويصنعون من عنده الكريمات دائما. ناخذ من عنده كميه شقد ما تريد، يعني تريدون كمية مثل هاي القطعة تعطون 5 أو 6، بعدين تضعون عليها العدس المطحون ملعقتين كبار، لأن هذا راح نسوي احنا من عنده ماسك، وهذا العدس طبعا هو ايضا مشهور ب يعني بمواد الفيتامينات الموجود به. راح اكيد هذا راح يصير هو بالضبط مثل الباودر. ناخذ قطعه واحده من الليمون الاسود نطحنه، وناخذ من عنده نص ملعقه فقط، ونضعها على الالوفيرا. هذا مي ورد، ايش قد ما تريدون تخلون الكميه، اهم شيء تشوفون الـ يعني شلون من راح تخلطوه، تشوفون القوام مال الخلطه مالته، بس ما تخلوها كلش يعني لينه، شويه قويه حتى تشيلون الماسك وتخلوه على الوجه. ملعقه زيت الزيتون، ونبدي نخلط المواد اللي هي مثل ما قلنا الالوفيرا والليمون الاسود والعدس وزيت الزيتون وماء الورد. اذا شوفوا قوية شوفوها شوية، خلي مرتلاخ ماي ورد، وبعدين نضعه على البشرة نخليه لمدة ساعة، وبعدين ورا ما نخليه لمدة ساعة نبدي نزيل القناع بدون الغسل، بس ازالة يعني توخروه، وبعدين نغسل الوجه فقط بالماء، لان هو يعني زيت الزيتون راح ينضي والمي الورد راح ينظف الوجه، وراح تشوفون النتيجة كلش ممتاز للبشرة. هاي تقدرون تسووها مرتين بالسبوع، راح تشوفون اكيد يعني اذا راح تخليها الماسك راح تشوفين فد يعني نتيجة كلش راح ترتاحين عليها. هاي المقادير خليت لكم اياها هنا، نبات الالوفيرا حتى تشوفون، هذا هنا العدس المطحون، والمواد البقية طبعا راح اكيد كلها موجودة هي بالبيت، يعني كلها موجودة بالبيت وعندنا، بس هاي كلها المواد هي مفيدة، لان كلها هاي الكريمات والشغلات اللي احنا نشتريها من برا كلها هي هاي شنو عبارة عن اعشاب وعبارة عن يعني مواد احنا نستخدمها دائما وموجودة بالبيت. شكرا متابعتكم، ولا تنسون التعليق مالتكم الحلو، ولا تنسون واللايك، ويا ربي يكون عجبكم الفيديو. شكرا جزيلا.